بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش تونس خلال هذه الأيام على وقع مناقشة مشروع دستور الجمهورية الثاني، بينما عيون العالم جميعا تشرئب إليه فيما يتطلع التونسيون باهتمام إلى هذه المحطة التاريخية. وددنا لو كان الإعلان عن الدستور عرسا من أعراس تونس، وفاء لدماء شهدائها وانتصارا لجرح الثورة، وتتويجا لصبر الثكالة واليتامى والمهمشين والمعطلين عن العمل. لكن بعض الأطراف أبت إلا أن تفسد هذا العرس وأن تبخس التونسيين فرحتهم بدستور توافقي يعكس انتظارات الشعب ويترجم تصوراته. لقد اختارت بعض الأطراف أن تعزل نفسها عن التونسيين ظنا منها أن الأغلبية المجلسية غير الأغلبية الحكومية، لأن الأغلبية في صياغة الدستور تغيرت، فعزلت عنها مختلف الحساسيات السياسية والأطياف الحزبية والنقبية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني. في هذا الصدد لا تقول لنا أن الحوار الوطني يقع في توافق. الحوار الوطني وقت اللي النواب الستين مشاو رئيس الجمهورية ومشاو الرئيس الرابط التونسي لحقوق الإنسان ومشاو لاتحاد الشغل، ما عطوهمش تقارير لجان تأسيسية، عطوهم فقط هذا كلام الثلاثة مسؤولين على اللي يتابعوا في الحوار الوطني، يعني ما عطوهمش تقارير لجان تأسيسية، عطوهم كان مشروع 1 جوان. فذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكركم بأن الشعب انتخبنا منذ سنة ونصف في سبيل تحقيق العدالة والحرية والكرامة والمساواة. لقد حملنا الشعب التونسي أمانة تاريخية، فعلينا أن نؤدي هذه الأمانة إلى أهلها، وسنسأل أمام الله وأمام الشعب عما خطت أيدينا. من أجل ذلك حاولنا التصدي بجميع الأشكال لما سجلناه. العباد تحكي تزوير، أنا ما نحبش نقول تزوير لكن نقول تحوير في مشروع الدستور، فرفضنا استقواء الأغلبية على حساب المصلحة الوطنية، ونزيد نأكد الأغلبية رأي مش الأغلبية الحكومية. لم نرفض يوما أي طرف، بل رفضنا بعض الممارسات التي تدفع عكس تطلعات الشعب، ونددنا بتصرف هذه الأطراف وخاصة خرقها لقوانين الدستور الصغير والنظام الداخلي للمجلس التأسيسي واعتزازها بالقفز على سيادة اللجان التأسيسية. هذه عندي البراهين، مش نوريها للرأي العام ومش نوريها للسادة النواب. لقد أخذت هذه الأطراف ما أرادت طيلة هذه الفترة التأسيسية، تغلغلت في مصافاصل الدولة وأعتت على الأخضر واليبس. أنا في باجة عندي عمدة 400 أمضاء مدتهم الوالي باش ينحي العمدة، نحى العمدة وعاين عمدة منتمي لطرف معين، وعندي الوثائق تنجيبهم لكم. خذوا المناصب والكراسي، خذوا ما شئتم، ولكن لا تأخذوا الأمل من الأجيال القادمة، لا تعبثوا بدستور أبنائنا وبمستقبل أبنائنا. تو مش نحكي على الدستور، دستور على عكس ما يروج، دستور على عكس ما يروج. سيد الرئيس في 80 منه دستور جيد ويؤسس لمسار ديمقراطي، لكن 20% منه يجب مراجعته. انت تبني في دار، الدار في 10 رص، 8 صحاح و2 معوجين، توصل تبني ولا تصلح؟ على خاطر اذا كان وصلت لا 80% المفروض نكون وصلنا للفينيسيون. فنكمل لك عاد سي العرب، 80% فينيسيون يا سي العرب. تفضل. زوز عرس راهم معوجين، نواصل نبني ولا نصلح زوز عرس؟ كان نواصل نبني الدار تطيح فيس. سيد الرئيس، كنت متفائلا قبل بدايه النقاش وممنيا نفسي اننا سنبدا هذا النقاش العام متوافقين حول مشروع الدستور، ولن تكون هناك تعديلات، نمر إلى التصويت على الفصول فصلا فصلا ودوم البيع 15 يوم.
لكن بعض الأطراف الفاعلة داخل هذا المجلس تسرعها للبدء في النقاش العام رغم إقرار الأطياف السياسية بدون استثناء سواء داخل قبة المجلس أو خارجه أكدت أن مشروع 1 جوان غير تام، وخاصة وأؤكد في بداية النقاش ما قاله السيد رئيس المجلس ورئيس هيئة التنسيق والسياق وهو موثق بالصوت والصور، أقر مراجعة كلية للباب العشر. وفي هذا الصدد يا سي مبروك اسمعني، ففي هذا الصدد السيد الحبيب خضر والسيد مبروك وهما مدرسان بالجامعة، يا هل ترى طالب يحضر في الدكتوراه نتاعو شابيتر مازال ما كملش يبدا النقاش نتاع الاطروحه ولا؟ هذا اللي صار لنا نحن بالنسبه للدستور. لكنكم كلكم تعلمون ما وقع يوم افتتاح النقاش العام وما نتج عن ذلك، ورغم ذلك كنت متفائلا عند اعلان رئيس المجلس تكوين لجنه التوافقات واحياء الحوار الوطني، لكن خيبة أملي كانت كبيرة عندما سمعت أحد مهندسي هذا المشروع وهو المقرر العام ماذا صدر منه، وهي موثقة بالصوت والصورة كذلك. من اللون مش نحكي، بكل أسف أسجل بكل أسف محصول اليوم هو فوضى. بعض الناس يحسدوا الشعب في لحظة يفرح بها ويحقق هدف الثورة وهلم مجر. الاستنتاج في الأخر ايش يقول سي الحبيب؟ أغلبهم سقطوا، إيديولوجياتهم سقطت في العالم، يحبوا يفرضوها على الشعب فرض. اللي يحب يخلط ويكون في ركب من يبني مرحبا به، واللي يبقى في صف اللي يهدمه سيناله كل الخزي، كل الخزي. هذا ما قلته، راني عاودته كما قلت لك 6 مرات باش كتب. نحن راو النواب اللي امضينا رانا ننتميو العديد من اطياف سياسيه، كل واحد على شنو يغني، لكن عندنا تحفظات اللي 90% ونحبوا نبنيو على الصح. رانا ما تحطناش كل فرد سل، رانا نحبوه دستور توافقي، دستور الناس الكل. وما زادت نبله عند ما سمعته أحد عقلاء هذا المجلس وهو يتدخل ويقول بالحرف الواحد الخزي والعار لمن أفسد هذا العرس، عرس بداية النقاش. أنا أسأل النائبين الكريمين ما عساهما يقولان لأحد أعضاء لجنة السلطتين وهو يمضي مكان زميله عندما بدأنا نصوت داخل اللجنة في وقت اللي سمحتونا زوز آراء في لجنة السلطتين، اللجنة الوحيدة اللي سمحتوا لها باش تدخل باش تبعث لكم في التقرير نتاعها زوز اراء والتصويت. نهار اللي جينا مش صوت وقع تزوير نتاع امضاء، انا اسال النائبين الكريمين ما عساهما يقولان لزميلهم. انا اقول لكل من يحب تونس، لكل من يحب تونس ولكل من اخطأ في حق هذا الشعب، سامحك الله ودلك للطريق السوي لما فيه خير هذا الشعب. توا سيدي نبداو بالدستور، انا مش نبدا بالاخر. سي علي فصل تستنى الدستور؟ لا سي العربي بناء 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 سي العربي. دقيقة و30 ثانية سي علي. بناء سي العربي، ما تخ بناء شيء بناء والتوافق. تفضل تفضل. فصل 141. تفضل عندك. مش نبدا بالاخر، فصل 141. دافعت كل الأطياف السياسية داخل قبة هذا المجلس أو خارجه، وخاصة أثناء الحملة الانتخابية على الهوية العربية الإسلامية. جبتك لهنا سي الحبيب البيانات الانتخابيه نتاع العديد من القوائم نتاع ولايه باجه بدون استثناء، من اقصى اليمين الى اقصى اليسار الناس كل متفق عليها، الهويه العربيه الاسلاميه، يعني تجمعنا كل. انا واحد من الناس لا ارى داعيا لهذا الفصل. علاش؟ وكنت في السابق حكيت لك مرحبا بهذا الفصل والشيخ راشد الغنوشي وسي سمير ديلو وسي حمادي والشيخ عبد الفتاح والعديد من نواب هذا المجلس، لكن لا قدر الله واعيد لا قدر الله، على خاطر وليت نفهم شويه في القراءات، اخذ بزمام حزب حركه النهضه من دعا داخل قبه هذا المجلس، وانتم تتذكرون جميعا الى قص الظهور والايدي والارجل
ومن دعا إلى ختان البنات. أقول لهم أن تونس لن تكون طالبان. الشعب اللي لز المخلوع باش يهرب راهو مش يقول لكم ليكم انتوما يزيكم من السياسة يتلهاو بالجمعيات الدعوية نتاعكم. ولهذا الفصل هذايا العديد من الخبراء اللي قراتوا ثم خبراء مستقلين وساده اتصلت بهم قالوا لا داعي الفصل هذايا راهو القراءات تختلف. اي سي الحبيب لهنا بالنسبة سامحني يا سي العبد سامحني جوزت وقتك سامح التجاوزات هي التنسيق والصياغة ما نحبش لا نقول لا تزوير لا تحريف وانا مش نحمل الحبيب خضر وحده كما تحكي العباد وحمل كل هيئة التنسيق والصياغة المقرئ كومبري المقرئين الكل مع بعضهم مسؤولية تاريخية. أنا عضو في لجنة السلطتين صوتنا داخل هذه اللجنة كان ثم أغلبية تصوت دائما على الرأي الثاني مش نفكر فيهم الفصول. الفصل 58 في تقرير اللجنة ما يقابله الفصل 65 اللي يخص الميزانية. الميزانية في الأخذ باش الاستنتاج مشاريع كون بأقساط ذات 13 قاب وذلك بمقتضى أمر. هذا الرأي الأولاني تزيد أنت في الواحد بمقتضى أمر حكومي الرأي الثاني بمقتضى قرار جمهوري يعني يا إما رئيس الحكومة يا إما رئيس الجمهورية. أنت في الواحد خذيت برأي رئيس الجمهورية كيفاش نحن صوتنا رأي الحكومة يعني يمدد كيفاش بالله نحن خلنا نتكلم عنه نحن صوتنا الأغلبية صوتة الرئيس الجمهورية أنت أعطيته الرئيس الحكومة بأمر حكومي كاتب خانواس عندك الفصل 61 في تقرير اللجنة ما يقبله الفصل 69 كمان سي العرب فيك برك لا سي العرب سمحني يا سي العرب يا سي علي راهي أمور تاريخية يا سي العرب تاريخية كرك بديت بها سمحني يا سي العرب مش وقت اللي تسأل 8 دقائق وتقول سمحني يا سي العرب تفكر الدستور ماهوش معقول يا خويا سمحني لا لا عايشك لا عايشك اختم اختم انا ما نحبش نقص عليك اما اختم يا عايش لا هذا المشكل هو انه كل واحد ما يتناول كل الموضوع مش كملت يا سلام 7 و8 كمل ما يسالش من المداخلة سامحوني تو نذكره بركه ما يهمش تو نذكرك يا سي عايش اسمع الفصول مش لا لا مش نكمل اسمع الفصول مش نعطيهم لك بركة. عندك الفصل 61 رأيت الاختصار في تقرير اللجنه باختصار ما يقابله الفصل 69 اللي يخص المراسيل. نحن صوتنا في اللجنة رئيس الجمهورية انتوما هاي التنسيق والصياغة مش وانتي بالذات اعطيتوه رئيس الحكومة. عندك الفصل 78 في تقرير اللجنة ما يقابله الفصل 80 لا لا مثال لهنا عندك في نقض القوانين نقض القوانين ما تجاوبونيش تقولوا لي راهو المجلس مش تكون نفس التركيب مش معقول اذا كان قانون رفض رئيس الجمهورية مش يخدم مش يرجع لنا مش يرجع لنا وبنفس الأغلبية سانا أوكين سانس سانا أوكين سانس كيفاش لا بالحق راهو سي الحبيب موضوعين نقول في الأخر وأختم سي العرب وأختم ثم حاجة مهمة وهي ذي وقت اللي واحد يتشدق في القنوات التلفزية ويقول من صلوحيات رئيس الجمهورية حل المجلس راهو ضاحي يكون على الذقون ضاحي يكون على الذقون يعني هما ما تفهموه زوج جمعيات يلعب مش يلعبوا الماتش مش يبداو ما كما تفهموش على قانون اللعب ما تفهموش وقتها هو يبطل اللعب. واذا كان سيدي دار خنافري يضرب مضروب والظروف الاقتصاديه والاجتماعيه اتخذت والتعدي على الحريات شكون مش يوقفوا الشيء هذا نورمالمون تعطيه انت رئيس الجمهوريه تنقص له ثم هنا راهو تنازعات كثيره بالتقرير انت بالدستور هذا نقص له سيدي وقتها هاي شكرا سيدي شكرا شكرا